السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والذي نرصد من خلاله أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. صحيفة المدى: الحكومة تخفض قيمة الدينار وتستقطع 50% من مخصصات الموظفين. وفي الزمان: مجلس الوزراء يؤجل التصويت على الموازنة عقب ردود فعل شعبية غاضبة. العربي الجديد: قالت الاغتيالات في العراق ميليشيات تصدر قوائم جديدة بأسماء ناشطين. موقع الحرة: مجلس النواب الإيراني غضب عراقي من احتفالية سليماني والمهندس بالبرلمان. صحيفة الشرق الأوسط: الآلاف يحتجون في السودان للمطالبة بالإسراع في إجراء الإصلاحات. الاتحاد الإماراتية: قالت ترامب يقلل من خطورة هجوم إلكتروني استهدف وكالات حكومية. وأخيرا في الخليج: الإماراتية بريطانيا تعيد الحجر المنزلي لمواجهة سلالة جديدة من كورونا. أهلا بكم. كل من قرأ مسودة مشروع قانون الموازنة للعام 2021 والتي تم تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي شعر بالخيبة والخذلان والخديعة من عناوين التكنوقراط التي عملت على إعداد مشروع الموازنة. إياد العنبر يقول في موقع الحرة إن مشروع الموازنة يأتي ليكون كاشفا عن عجز الحكومة الحالية في التفكير بحلول اقتصادية ناجعة تعيد ثقة المواطن بها. هذه الحكومة لم تخالف الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003، التي أثبتت بأن الدولة العراقية ليس لديها إدارة حقيقية لاقتصاد الدولة بالمعنى العلمي، حتى وإن زعم رؤساء الوزراء أو وزراء المالية بأنهم من المتخصصين بالاقتصاد ومن أهم الجامعات الفرنسية والأمريكية. كما نقرأ في السيرة الذاتية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ووزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي: وظيفة الحكومات باتت محصورة بين إدارة جزء من موارد اقتصاد الدولة بطريقة بيع النفط وتوزيع وارداته كرواتب بعيداً عن رؤى أو سياسات عامة للتنمية. وفي الجانب الآخر، إدارة توزيع عائدات الاقتصاد الريعي بين المافيات السياسية التي تهيمن على النظام السياسي في العراق. ويوماً بعد آخر تثبت لنا الحكومة وفريقها من المستشارين السياسيين والاقتصاديين ابتعادهم عن المنطق العلمي والعملي في إدارة الدولة. وبدلاً من أن تكون أولوياتها كسب ثقة المواطن من خلال معالجة نسبة البطالة وتوفير الخدمات، باتت تعمل على إرهاق كاهل المواطن بإجراءات فوضوية تجمع بين سياسات متناقضة: رفع نسبة الضرائب على بعض الخدمات وارتفاع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، استقطاع نسب عالية من رواتب الموظفين. الكاتب يرى أنه لا يمكن التعويل على هذه الحكومة وشخصياتها بإيقاف تراكمات الفوضى والفشل والفساد، فهي باتت عاجزة تماماً أمام مواجهة الأسباب الرئيسة لفشل وعجز الدولة في العراق. فالترابط يبدو وثيقاً ومتماسكاً بين فشل الدولة في العراق ونمط عمل الحكومات المتعاقبة على ديمومة الفساد من خلال إدارة الموارد الاقتصادية بما يخدم المنظومة السياسية. حققت الشركة التي أسسها مدرس اللغة الإنجليزية جاك ما في شقة صغيرة من مدينة هانغ جو الصينية عام 99 و900 وألف، وأطلق عليها اسم علي بابا مبيعات تجاوزت 75 مليار دولار في اليوم الذي صادف قبل أقل من شهر، في الوقت الذي حقق فيه علي بابا العراقي أكبر عملية نهب منظم لثروات العراق تجاوزت التريليون دولار عدا ونقدا. هذه المقارنة جاءت في مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. خلال هذه السنوات العجاف، كان ساسة البلاد ومسؤولوها يبشروننا صباح كل يوم بأنهار من العسل وبلاد تضاهي اليابان وتتفوق على ألمانيا وتسخر من زرق ورق دبي،
للأسف يغيب نموذج رجل السياسة الوطني الذي يعطي الأولوية لتنمية الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة، والذي كلما تكبر مسؤولياته يكبر معها انتماؤه إلى الوطن، لا يتنازل للسياسة ولا يضعف أمام المال الحرام، لنستبدله بنظريات النائب حمد الموسوي الاقتصادية الذي لا يزال يردد أنه لولا مزاد العملة لما استطاعت الحكومة أن تدفع الرواتب للموظفين، وإن الأموال التي يحصل عليها تجار الحواسم من مزاد العملة هي التي تضبط حركة الاقتصاد العراقي. على مدى 17 عاماً عشنا مع حكومات ليس لديها شيء تقدمه للعراقيين، تعلن منع استيراد الآيس كريم ولا تفكر مثلاً في حل مشكلة الطاقة، والعراق ينام على بحيرة من الغاز. العراق المديون للعالم بعشرات المليارات، وشعبه الذي يطلب منه التقشف وانتظار سعر الدولار الجديد يعيش مئات الآلاف منه تحت خط الفقر، وتغيب فيه مشاريع التنمية والعدالة الاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه يراد من هذا العراق أن يكون مصدر حل الأزمات المالية في طهران ومصدر الأمل في انتعاش الليرة التركية، وأن يسعى لرفاهية الاقتصاد الأردني. الكاتب يضيف أنه كان من المحتمل أن يبقى علي بابا رمزاً للتراث من الخديعة وسرقة أحلام الناس لو لم يظهر لنا أصحاب مزاد العملة. كنا نأمل أن نجد مصباح علاء الدين في أدراج مكاتب ساسة التغيير، فوجدنا بدلاً منه ثياباً وبدلات لأكثر من 40,000 حرامي. لن تستطيع شهرزاد أن تروي حكاياتهم ولا بمليون ليلة وليلة. تتصاعد الأصوات الحرة والأقلام الصادقة والهيئات والمنظمات الإنسانية للمطالبة بإيجاد حلول جذرية واتباع أساليب منهجية في الوصول إلى نتائج إيجابية للأزمة الاجتماعية التي تحيط بالمجتمع العراقي والعوائل المتضررة من غياب أبنائها في موضوع مهم يتعلق بالتغييب القسري. إياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن هذه الأزمة الإنسانية لا تزال محل بحث ومتابعة حثيثة، كونها تشكل نقطة أساسية وحيوية وتمثل حالة إنسانية فريدة تحدد مسارات الحياة الكريمة للمواطن العراقي. عمليات التغييب القسري طالت العديد من أبناء المحافظات والمدن العراقية عبر العديد من أوجه المواجهات والأدوات التي اتبعت من قبل الميليشيات الولائية والعصابات المسلحة المدعومة من بعض الأحزاب ضمن مشروع سياسي يسعى إلى تغيير ديموغرافي في محافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى وحزام بغداد. هذه الأماكن عانت كثيراً من الأساليب الدموية والمتابعة الأمنية والتصفيات الجسدية لأبنائها، وأصبحت تئن تحت وطأة غيابهم وعدم معرفة مصيرهم. هذه الصورة المأساوية والأزمة الاجتماعية تستعيد أهميتها دائماً كونها تهم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وبسبب عدم قيام الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي بواجباتها لإيجاد حلول جذرية تواجه فيها هذه الأزمة الاجتماعية وتعمل على إنفاذ قراراتها، والتي تدعيها عبر وسائل الإعلام والصحف والقنوات الفضائية، ولكنها ميدانياً لا تزال بطيئة الحركة بل مشلولة الإرادة في مواجهة عناصر الميليشيات المسلحة وقياداتها التي تعمل على توسيع دائرة التغييب القسري وإشاعة حالة الخوف والذعر بين الأوساط الاجتماعية والقوى المدنية لأبناء هذه المناطق، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والتوجهات الميدانية للمشروع السياسي الذي تتبناه الميليشيات بتوسيع دائرة وجودها ونفوذها وسيطرتها على مقدرات وإمكانيات المناطق المسيطرة عليها من قبلهم. يختتم الكاتب بالتساؤل، هل تمكنت حكومة بغداد من الإيفاء بوعودها تجاه حالات الاختفاء القسري؟ أم أن المؤسسات والأجهزة الرسمية التابعة لها لا تزال تستخدم سياسة التغاضي عن هذه الأفعال وعدم المبالاة في البحث عن الجنات الحقيقيين وأخذ جميع التدابير والخطوات الكفيلة بكشف طبيعة هذه الأعمال العدوانية التي تتنافى والقيم والأعراف الدينية والقوانين المرعية ومتابعة الجناة والكشف عنهم؟
العراق محكوم منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بالسير على خطى لبنان، محكوم مثله بالجغرافيا ومختلف عنه في التاريخ ومتشابه معه في ولادة الكيان الحديث بعد الحرب العالمية الأولى. رفيق خوري يرى في صحيفة إنديبندنت عربية أن مدرسة تعليم الطائفية في بيروت تبدو جامعة في بغداد. الشعب مقسم إلى مكونات ومراكز السلطة موزعة على المذاهب. ما قاد إليه الغزو الأمريكي ليس فحسب النفوذ السياسي الإيراني من خلال تولي الأحزاب والميليشيات التي دربتها السلطة، بل أيضاً إنشاء جيش إيديولوجي مذهبي تحت عنوان الحشد الشعبي، الذي صار بعد ظهور داعش وفتوى الجهاد الكفائي للسيستاني حشدين: حشد العتبات التابع لمرجعية النجف، وحشد الولاية التابع للمرشد الإيراني علي خامنئي. كذلك الأمر في لبنان، الاجتياح الإسرائيلي واجه بطبائع الأمور مقاومة وطنية سرعان ما صارت بقوة النفوذ العسكري والسياسي السوري والتخطيط الإيراني مقاومة إسلامية ينفرد بها حزب الله المؤمن بولاية الفقيه. وقاد هذا التحول الجيوسياسي مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفساد إلى قيام ثورة أكتوبر تشرين الأول السلمية الشعبية في كل من العراق ولبنان من أجل التغيير ورفض الهيمنة. لكن التغيير في لبنان لم يحصل، حيث قامت المافيا الحاكمة والمتحكمة بتشتيت الثورة وحراسة السلطة الفاسدة. وفي العراق حدث التغيير جزئياً عبر اضطرار البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي للتسليم برئاسة مصطفى الكاظم للحكومة وهو من خارج الأحزاب. وبالمقابل فإن لبنان المحكوم بتحالف قوي يقوده حزب الله تحت النفوذ الإيراني وبقية النفوذ السوري صار معزولاً عن أشقائه العرب وأصدقائه الدوليين. وبحسب الكاتب فإنه لا شيء يوحي حتى إشعار آخر بأنه في العراق ولبنان حلاً لمشكلة السلاح خارج الشرعية الذي له أدوار إقليمية في أماكن عدة بينها سوريا واليمن، لكن الرهان كبير على قوة الوطنية في العراق وضبط الأزمات سيأخذ لبنان إلى السير على خطى العراق. مر عقد على ثورات الربيع العربي التي انطلقت في تونس واشتعلت في مصر بعدها بأسابيع قليلة قبل أن تنتقل إلى ليبيا وسوريا واليمن والبحرين. خليل العناني يقول في صحيفة العرب الجديد إنه على عكس ما يعتقده البعض أن هذه الثورات لم تفضي إلى شيء إيجابي ولم تحقق أهدافها وفي مقدمتها إقامة أنظمة سياسية ديمقراطية وعادلة، فإن قليلا من التأمل يكشف أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، فكل ما يدور حولنا يذكرنا بالربيع العربي وثوراته ومطالبه. في الواقع كشفت تجربة الربيع العربي أن بنية الاستبداد العربي قابلة للاهتزاز والكسر، وذلك على الرغم من سطوة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية واستخدامها كل وسائل التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الإنسان للتخويف والترهيب. فمن كان يتخيل أن نظام مبارك الذي استمر 30 عاماً سوف يسقط في 18 يوماً فقط، ومن كان يعتقد أن ديكتاتور ليبيا معمر القذافي سوف يتم العثور عليه مختبئاً في حفرة بعد شهور قليلة من الثورة عليه، ومن كان يتخيل أن يلقى طاغية اليمن علي عبد الله صالح مصير القذافي. ولعله من المفارقات أنه على الرغم من المحاولات المتواصلة لقوى الثورة المضادة لوقف الربيع العربي وإجهاضه، فقد شهدت المنطقة العربية عدة انتفاضات وثورات خلال العامين الأخيرين. ففي عام 2019 اندلعت موجة ثانية للربيع العربي فشملت السودان والجزائر والعراق ولبنان، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بالآلاف من أجل تغيير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فسقط الرئيس السوداني عمر البشير الذي استمر في السلطة 30 عاماً، واستقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة بعد مظاهرات حاشدة استمرت شهورا، وانتفض العراقيون واللبنانيون احتجاجا على الفساد والطائفية ورفضا لهيمنة القوى الخارجية،
على القرار السياسي الداخلي. الكاتب يقول إنه قد تبدو حصيلة ثورات الربيع العربي هزيلة مقارنة بالتضحيات التي وقعت حتى الآن، سواء في مصر أو ليبيا أو سوريا أو اليمن، ولكن الحقيقة التي لا مفر منها أن مطالب هذه الثورات قد أصبحت بمثابة مرجعية للشباب العربي الذي يحلم بالحرية والكرامة والعدالة، والذي لن يتوقف حتى يحقق حلمه آجلاً أم عاجلاً. كل أسبوع بل وكل يوم وساعة يقوم الكيان الصهيوني بالاعتداء على الحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك بوسائل متعددة دون أن تتراجع عن أسلوبها أو طريقتها في العدوان، على الرغم من كل الاحتجاجات على ما تفعله دولة الكيان الغاصب. الاقتحامات من جهة وتفتيش المصلين وإزعاجهم بمكبرات الصوت التي توزع الأوامر عليهم وهم في الصلاة، وصولا إلى هدم مناطق أثرية داخل السور أو البلدة القديمة. ماهر أبو طير يتساءل في صحيفة الغد الأردنية، ماذا يخطط الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك؟ المسجد الأقصى الذي تبلغ مساحته 144 دونما، وفيه المسجد القبلي ذو القبة الزرقاء ومسجد قبة الصخرة بقبته الذهبية الشهيرة وكل المواقع الأثرية فيه، تخطط إسرائيل فيه للشراكة أو التقاسم، خصوصاً أن نوايا جمعيات كثيرة باتت علنية بشأن مخططات جديدة تنسخ ما رأيناه في الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث التقاسم الجغرافي والزمني. لكن قصة المسجد الأقصى تبدو مختلفة تماماً، كون إسرائيل تريد تقاسم الحرم القدسي ذاته وإقامة الهيكل، وكل التزاماتها بالاتفاقيات الموقعة أو الوضع التاريخي القائم وفقاً لتعبيرات الرسميين العرب مؤقتة. وسنصل إلى مرحلة تدخل فيها إسرائيل إلى مخططها الأكبر. لقد قيل مراراً إن الوقفات المشرفة للمقدسيين وسكان القدس من الفلسطينيين وقفت بكل قوة في وجه إسرائيل، إضافة إلى الدور السياسي الأردني، لكن التوقيت الحالي مختلف، وهناك أخطار مستجدة تفرض ترتيب كثير من الأوراق أمام الاحتمالات المقبلة. إن معاناة المقدسيين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي تسهم بشكل سلبي في إضعاف حلقات الحماية الشعبية للمسجد الأقصى، إذ تتنزل الضرائب الإسرائيلية ومصادرة الأراضي ومضايقة التجار فوق الإغلاقات بسبب وباء كورونا، إضافة إلى البطالة ومحاولة نشر المخدرات وغرامة البيوت وهدمها وتفاصيل كثيرة، كلها بحاجة إلى معالجة. الكاتب يضيف أن التوقيت اختلف والتحذيرات تتزايد والمعالجة يجب أن تتغير أمام هذه الأخطار. فالقدس ليست مجرد مواقع دينية، فهي حية بأهلها وسكانها، ومن دون الناس تتحول إلى متحف أثري يروي قصة أمة كبيرة ممتدة كانت موجودة في هذه الديار، وليس مجرد قصة شعب أو الشعب الفلسطيني الذي يعد جزءا من هذه الأمة. تشهد سلطنة عمان ودول أخرى يوم الاثنين ظاهرة الاقتران الكبير النادر التي تعد حدثا فلكيا نادرا، وظاهرة الانقلاب الشتوي لهذا العام وفق ما أعلنته الجمعية الفلكية العمانية. ونقل موقع الشبيبة المحلي عن الجمعية أن سماء السلطنة ومعظم أنحاء العالم ستشهد مساء الاثنين ظاهرة الاقتران الكبير الذي يعد من الأحداث الفلكية النادرة بحسب الجمعية. ونقل الموقع عن فيصل بن محمد القرطوبي نائب رئيس لجنة الأرصاد الفلكية بالجمعية أن كوكبي المشتري وزحل سيظهران قريبين جدا من بعضهما عند الأفق الجنوبي الغربي للسلطنة بعد غروب الشمس مباشرة، وسيستمر هذا المشهد قرابة ساعتين تقريبا. ولم يحدث هذا الاقتراب الشديد بين عملاقي المجموعة الشمسية كما يبدو لنا من الأرض منذ مارس 1226، ولن يتكرر مجددا إلا في 2080 وفق القرطوبي. ربما يكون ذلك آخر ما نشهده من غرائب وعجائب في 2020 إن شاء الله على خير. إلى الكاريكاتير لهذا اليوم.
شكرا لكم على حسن المتابعة في هذه الحلقة، في أمان الله.